مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شباب اليوم. دائما معودناكم في برنامج شباب اليوم بنسلط الضوء على كل قضايا اللي تهم الشاب الكويتي، كل انجازات ومواهب الشاب الكويتي وابداعاته. وين ما كان الشاب الكويتي تلقون كاميرا برنامج شباب اليوم دائما متواجده، واستديو برنامج شباب اليوم متاح للجميع من الشباب الكويتي وين ما كان واينما كان توجهه واي ما كان مجاله. وين ما كان متميز الشاب الكويتي راح يكون محط اهتمام برنامج شباب اليوم، موضع برنامج شباب اليوم الا تسليط الضوء على انجازاتكم وابداعاتكم. الانجازات والابداعات الكويتيه والشبابيه لن تتوقف ولا تتوقف. يمكن امس شفنا كان معنا اخونا سيف عوض مدير عام مدير في النادي الكويتي للربع ميل، وتكلم عن انجازات وتكلم عن ان شاء الله الخطه المستقبليه اللي حاطينها الربع ميل ان شاء الله للقادم الايام. الانجازات الثانيه شفنا الشيخ عذبي نايف جابر الاحمد اختار كحكم دولي للراليات في الأسبوع الجاي إن شاء الله في لبنان، وكذلك اختيار مشاري السبتي كمحكم دولي وهو أصغر منظم راليات على مستوى الشرق الأوسط كله. هذه الأسماء تتوج من ذهب، بأسماء من ذهب وبخيوط من ذهب. الأمانة شباب كويتيين حصدوا كثير من مراكز، أدوا أداء مشرف في كثير من البطولات، شفناهم في راليات. الراليات صنفت وأعطيت درجة الامتياز على مستوى عال من التنظيم والترتيب. للأمانة الراليات اللي قاعدين نشوفها إشادة من الكل، الكل يشيد فيها ويشيد في الأداء الكويتي، مو بس في رياضة المحركات والراليات، لا كل الرياضات الكويتية الأمانة سواء كانت الجماعية أو الفردية. لكن للأمانة اليوم بنخص بالذكر الرياضات الفردية لأن قليل ما يسلط الضوء عليهم، لأن الناس كلها تحب الرياضات اللي تكون جماعية مثل كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة وكرة اليد، لكن قليل ما نشوف ناس تسلط الضوء وتتكلم عن الإنجازات الفردية. خاصة الأمانة أن الكويت تزخر بتاريخ كبير من الميداليات والكؤوس والبطولات في اللعبات الفردية، والأمانة الشباب الكويتي متميز باللعبات الفردية ويفوق تميز اللعبات الجماعية. والأمانة هذا الأمر اللي حزب الخاطر، ودائما احنا نقول حق المسؤولين ان مثل ما تعيرون اهتمامكم للعبات الجماعية خلي تكون اللعبات الفردية محط اهتمامكم مثل الدرجة اللي تعانون مثل الدرجة اللي تهتمون في اللعبات الجماعية. للأمانة كثير من المراكز حصدها الشباب الكويتي في اللعبات الفردية. إذا بنتكلم على اللعبات القتالية، اللعبات الفردية في الرماية، اللعبات الفردية في الفروسية، كثير من الأمور الأمانة واللعبات الشباب الكويتي متميز فيها. خاصة الأمانة قاعد أشوف أنا وأنا عد حق هذه الحلقة قاعد أشوف أن الرصيد الكويت في اللعبات الفردية طغت بكثير بمراحل بأضعاف اللعبات الجماعية. هذا الأمر المفترض أن يعار الاهتمام أكثر من اللعبات الجماعية. ما نقول أن أهملوا اللعبات الجماعية، لكن نقول أن خلي تساوون اللعبات الجماعية واللعبات الفردية بنفس المستوى من الاهتمام وبنفس المستوى من العطاء وبنفس المستوى من الدعم سواء كان المعنوي أو المادي. يحز في خاطرنا، وأنا الأمانة قابلت كثير من الشباب في اللعبات الفردية يقول يحز في خاطرنا أن لما نرجع من برا أو من دولة أخرى ومن بطولة خارج الكويت وإحنا حاصدين على الذهب ومراكز أولى، ويحز في خاطرنا أن الجمهور، مو بس الجمهور حتى مسؤولين، في بعض المسؤولين ما يدرون عنهم ولا أحد يدري عنهم، ويكرمون في نهاية الموسم يعني، وأحيانا يكرمون وأحيانا لا يكرمون. هذا الأمر يحز بالخاطر مثل ما نشوف استقبالات جماهيرية حق الشباب اللي في اللعبات الجماعية، ودنا نشوف نفس هذا الاستقبالات حق الشباب اللي في اللعبات الفردية، يحترمونهم ويقدرونهم ويشكرونهم ويكافئونهم على هذا الإنجازات اللي قاعد يقدمونها. ما راح نطول عليكم، اليوم عندنا أبطال من ذهب إنجازاتهم كبيرة، إنجازاتهم تتكلم عنهم، قدروا أن يرفعون علم الكويت في كثير من المحافل. ما راح نطول عليكم أكثر، اليوم هي لعبة شوي حماسية ولعبة فيها شوي خلينا نقول الحركة ولعبة فيها أمور من كثير راح نتعرف عليها بعد شوي. لكن خلوني أذكر بإنستغرام الخاص في برنامج شباب اليوم، آخر صورة موجودة حق ضيوفنا اللي راح نحطها بعد شوي. أي سؤال حابين تسألونه حق ضيوفنا ما عليكم أن تحطون في التعليق أي سؤال حابين تسألونه، وإن شاء الله في نهاية الحلقة راح ناخذ هذا السؤال ونسأله حق ضيوفنا. نبي نروح معاكم الحين فاصل قصير ومستمرين في حلقتنا الرياضية لهذا اليوم.
كل شيء لنا سوى حتى نسمات الهوى. انت ذرب المحبة وانت قاسم الصبر. من عمر وإحنا لبعضنا من عمر تجمعنا الحكمة مع بعد النظر. من عمر وإحنا لبعضنا من عمر تجمعنا الحكمة مع بعد النظر. كل شيء لنا سوى حتى نسمة الهوى. انت درب المحبة وانت قاسم الصبر. كل شيء لنا سوى حتى نسمة بعضنا من الشدة تفسر كل شيء إلا بلدنا. نختلف بالرأي لكن نلتقي مهما اختلفنا. بساعة الشدة تفسر كل شيء إلا بلدنا. ندعي بالخير بالخير لوطننا بكل صلاة. من زعل الخير لابد ينتصر لابد ينتصر لابد ينتصر لابد ينتصر. كل شيء لنا سوى حتى نسمات الهوى. انت ذرب المحبة وانت قاسم. كل شيء لنا سوى حتى نسمات الهوى. انت درب المحبة وانت قاسم الصبور. من عمر واحنا لبعضنا من حياكم الله مشاهدينا الكرام. رجعنا لكم مثل ما شفتوا في دخول الكاميرا شفتوا الكاس ودائما الكؤوس موجودة هنا من الشباب الكويتي
باجتهادهم وبتميزهم وابداعاتهم دائما في كل محفل يدشونه لابد ان يحصدون فيه كاس او ميداليه، او سواء كانت هذه الميداليه ذهبيه او فضيه او برونزيه. قبل ارحب بضيوفي خلوني اذكركم باكونت الخاص في انستغرام في برنامج شباب اليوم، اخر صوره حاطينها حق ضيوفنا، اي سؤال عندكم حطوه على هذه الصوره وان شاء الله في نهايه الحلقه راح نعرض كل اسئلتكم ان شاء الله اللي حاطونها. خلوني الحين ارحب من اليمين اخوي مشعل علي، حياك الله مشعل علي، بطل الكويت والخليج في لعبه الجودو، حياك الله. الله يحييك. وكذلك اخونا ناصر العصيمي مدير لعبه الجودو في نادي الغاسيه، حياك الله ناصر. الله يحييك ومشكور على الاستضافه الطيبه. الله يسلمك. وكذلك اخونا حسين المصري لاعب دولي في منتخب الكويت للجودو، حياك الله. الله يحييك حسين. الله يحييك، تسلمون على الاستضافه الطيبه هذه. نبي اول شيء قبل لا ابلش من النص خلوني اتكلم شوي عن اللاعبين اللي عندنا. مشعل علي، مشعل لاعب تحت وزن 60 كيلو وبطل الخليج والكويت اولمبي 18 سنه، ما شاء الله عليه، الله سي في جميل جدا. وحسين المصري، حسين المصري شوي السي في طويل لا اله الا الله. حسين بطل وزن ثقيل، لاعب منتخب الكويت والقادسيه ومشارك في محافل دوليه اسيويه، وبعد اسبوع ان شاء الله عندك ان شاء الله مشاركه في كاس العالم باذن الله في روسيا، وان شاء الله راح نتطرق حق هذه المواضيع. وعندك برونزيه العرب، جميل جدا، الكويت تفخر فيكم يا عيالها. إنجازات كويتية أعزائي المشاهدين غير متوقفة، وقاعدين نشوف الشباب الكويتي دائما يحصد الذهب مثل ما قلت لكم والكؤوس والميداليات بأنواعها، دائما متميز الشباب الكويتي، دائما علم الكويت مرفوع في كل المحافل الدولية. بالبداية بلش معك ناصر. ناصر، كونك مدير هذه اللعبة في نادي القادسية، كلمنا بالبداية عن مستوى لعبة الجودو في يعني نادي القادسية وفي الكويت بشكل عام. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نادي القادسية يعني هو يعتبر الحين زعيم الأندية بكأس التفوق، يعني هو أكثر نادي محقق كأس التفوق ومراكزه وخرجه بأبطال، يعني ما شاء الله المنتخب اللي رايح كأس العالم الحين 3 لاعبين منه قادسية كلهم أبطال، واللي حقين نتائج في المنتخب نفسه. ولا نخفي أن في نادي الكويت عندهم أبطال، ونادي صليبخات كان عندهم أبطال، والفهيل بعد موجة أبطال، في احنا مجموعة توليفة، ولكن القادسية تميز انه بتميز بفضل الله سبحانه وفضل الابطال هذول اللي كل مره يعني نراهن عليهم ويحققون الرهن، نكسب الرهانه. وان شاء الله باذن الله ان الامل احنا نطمح حق الكويت ان شاء الله، ما نطمح كنادي، احنا نجهز حق الكويت حق المنتخب. فان شاء الله باذن الله ان يبيضون الشباب كاس العالم ان شاء الله، يجيبون نتيجه ترفع اسم الكويت عاليه ان شاء الله. ان شاء الله. شلون تشوف مستوى اللعبه في الكويت؟ والله مستوى اللعبه انا اقول لك صراحه، المستوى موجود، المواهب موجودة، ولكن الاهتمام غير موجود على مستوى الأندية، على مستوى الاتحادات، على مستوى بعض المدربين غير موجود. أنا أشوف مع أني دخولي قليل في اللعبة تو، يعني ما صار لي موسمين أو ثلاث، ولكن حكم أني متابعتي السابقة وتشوفه الوضع، وضع ليس صحيح، يعني مو صحي، رياضي مو رياضي بالأمانة. أكثر الشخصيات أو الناس اللي تمسك المناصب اللعبات الفردية بعضها لا يعرف شيء باللعبة، فتلقاه يظلم لاعب، ينظلم لاعب، اهمال لاعب. فمقابل تشوف الدول الثانيه، انا اقرب دوله عندنا السعوديه، نادي الوحده عنده ابطال السعوديه حق لاعبين منتخب اولمبيين وحقهم مراكز، يفرقون يعطون تفرق ست شهور يطلعونه برا، هذه وظيفتك، يودونه معسكرات خارجيه، اللاعب هذا يودونه برا يهتمون. احنا هنا العكس، تاخذ ميداليه تاخذ مركز يحاربونك، ما ياخذونك ياخذون المركز الثاني، ما يصير. ففي امور، بس هم في ايجابيات ان لاعبين الكويت يلعبون من غاريتهم على علم الكويت على نفسهم، فتلقاهم يتجاوزون هالصعاب هذا كله، سواء اجتهاد فردي او بعض الشخصيات تتبناهم ويجيبون حق النتائج. جميل جدا، ودائما متوجين بالذهب ما شاء الله، وقاعد نشوف الكؤوس. طيب حسين، نكلمنا عن المشاركات، انت بطل الوزن الثقيل، كلمنا عن هذه المشاركات الاسيويه. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا شاركت مبدئيا بطولات عربية السنة اللي طافت، وحصلت على فضية وبرونزية، وشاركت في بطولة المغرب الدولية حصلت على المركز الخامس ونافست على ميدالية برونزية، وشاركت في بطولة جراند سلام وجراند بريكس في ألمانيا وفرنسا، ورفعت الحمد لله تصنيفي من 179 ل 136. جميل. طيب هذا كله كان على موسم واحد أم عدة مواسم؟ هذا الكلام تفضل على موسم واحد،
الفات للحين. في السابق انا حصلت على ميداليات ذهبيات في الخليج، حصلت على برونزيه دوليه، وحصلت على ميداليات عربيه متنوعه. جميل. كم لك صار حسين يعني باللعبه هذه تقريبا؟ صار باللعبه حوالي 22 سنه. ما شاء الله، يعني من يوم انك صغير. صغير نعم. جميل جدا. طيب مشعل، كلمنا انت بطل الكويت والخليج في هذه اللعبه، كلمنا عن هذه البطوله اللي خذيتها. اول شيء الحمد لله كله بفضل المدربين بعايض وكابتن نبيل وكابتن جمال، تعبوا ويانا وكذي، والحمد لله يعني خذينا الموسم اللي طاف الفرق والفردي. بس بالنسبه لي يعني ما حصلت فرص اني اشارك بطولات دوليه وايد، اخر بطوله اللي كانت الخليج وبس، للحين ما حصلت فرصه. وشنو خذيت في البطوله الخليج؟ الاول الحمد لله. الحمد لله. طيب نبي نتكلم ناصر عن مثل هذه الانجازات من اللاعبين سواء حسين او مشعل او غيرهم من اخوانهم اللاعبين، شلون تعامل النادي مع هذه الانجازات؟ تعامل النادي مع هذه الانجازات؟ والله النادي ما يقصر يعني التعامل وياه، نفس الانديه يوفر لهم كل اللي يحتاجونه. يعني الموسم، خلينا نتكلم عن الموسم اللي طاف، الموسم اللي طاف فريق الشباب حقق دوري وكاس جمع للمره الثانيه على التوالي، بعدها باسبوع كافئناهم بالنادي، وهذا حقهم يعني مو منا ولا شيء، اصلا قليل انا قاعد اشوفه قليل. والرجال كانوا طالبين معسكر، قالوا نبي احنا معسكر، وفرنا معسكر، راحوا المانيا 10 ايام وردوا، والحمد لله حققوا النتيجه اللي احنا نطلب يعني نبيها وزياده. والحين ان شاء الله طالبين معسكر هن ان شاء الله باذن الله. رئيس النادي بالوكاله رضا معرفي الله يمسي عليه بالخير قاعد يسعي مع الهيئه وهذا باتصالات، ان شاء الله انه يطلعوا لنا معسكر الاسبوع الجاي، راح يروحون الفريق كله ما بين شباب ورجال، راح يروحون معسكر ان شاء الله خارجي. هذا نوع من التكريم لهم، وهذا حق لهم اصلا، بس انه نوع من التكريم لهم يطلعون معسكر خارجي، وغير ان احنا موعدينهم ان شاء الله بالخير قدام يشوفونهم ان شاء الله. طيب هل مكافأة يعني المكافآت مقتصرة فقط على المعسكرات الخارجية أم في أمور؟ هذا المعسكر مو مكافأة، عشان يكون بين المعسكر هذا يعني شيء إجباري أن النادي يوفر حق اللاعب. أنت تبي اللاعب ينجز، تبي اللاعب يعطيك نتائج، لازم توفر له المعسكرات، توفر له الاحتراف، توفر له الدعم، توفر له كل سبل الراحة، حتى دوامه، حتى إذا كان طالب تسعي وراء دراسة، تسعي وراء أمور. ولكن الوضع العام يعني بشفافية، وضع العام في نادينا شوي وضع الميزانيه عندنا، فنحاول نعوض شيء بشيء. يعني نطلع معسكر الحين ناس ما تقول احنا نفكر انه مكافاه، بس يطلع معسكر على ما يرجع من المعسكر يكون ان شاء الله المكافات تكون داشه بالحسابات وياهم. جميل جدا. طيب نبي نتكلم على البطولات، بطولات الجود اللي حصل عليها نادي القادسيه، شنو هي؟ حصل المركز الاول بالدوري فردي الشباب، وحصل ثاني مركز ثاني بالفردي والدوري اشبال تحت اشبال، وحصل الرجال عمومي حصل الثاني بالفردي والاول بالدوري. جميل. فمجموع النقاط 16، تصدرنا كاس التفوق العام، فصار غاتسيه هو بطل كاس التفوق العام بالنقاط. جميل. نبي نتكلم حسين عن اول الدوري، اول الدوري خذوه، انت كنت السبب فيه، او انت كنت يعني العاتق الدوري كله على عليك. تعادلين كنا 2-2. 2-2 ها، انت مع الكويت. احنا مع الكويت وكان الامل كله عليه. شلون كان الشعور وانت الامل كله والانظار كلها عليك يا حسين؟ الحمد لله الدوري بفضل الشباب، اثنين فايزين كانوا قبلي بفضل الله ثم لهم، انا كنت عود من حزمه من هذا الفريق. لما لعبوا شباب تعادلوا 2-2، حسيت بوقتها يعني لعبتي الحين هذه في الصاله، حسيت بضغط نفسي مو عادي، وحسيت اني مو قادر العب، مو قادر افكر، مو عارف شو اسوي، طالع حوالي ما اعرف شلون، اني طالع اللاعب وطالع ربعي وراي، فحتى فقدت تركيزي في اول دقيقه في اللعب. بعد الدقيقه الاولى الحمد لله ركزت شويه، والله سبحانه وتعالى وفقني الحمد لله، وقدرت افرح الشباب كلهم. جميل. واخذتوا الدوري الحمد لله. عاد ايش كثر كان فارق النقاط يعني بينكم؟ كنا متعادلين 2-2، نظام الدوري يلعبون 5-5، هم عندهم فوزين نادي الكويت، والقادسيه عندهم فوزين، واخر لعبه في الموسم واخر بطوله في الموسم، واقوى حضور جماهيري على مستوى الجود بالموسم ما شاء الله، والاداريين والمدربين واللاعبين، حتى اللاعبين الصغار كل كان حاضر، والكاميرا كلها عليك. فانا يا اخذلهم في اللحظه يا افوز، والحمد لله يعني فضل الله
ان توفقت باللعبه وقدرت اجيب لهم الفوز. جميل جدا. طيب مشعل خلينا نتكلم على هذه اللحظات بالذات، اللحظات اللي امال وعيون اللاعبين والاداريين والفنيين كلهم عليك انت في لحظه الفوز هذه، شلون الشعور عندكم؟ اكيد الضغط عليك وترتبك شوي كذي، بعدين شوي شوي يفتح عنك ويبدا التركيز بعد نص اللعبه تقريبا، والحمد لله يعني كل مره احنا رافعين الراس ما الحمد لله ما صار شيء. جميل جدا، مهم جدا العامل الناس اللي حوالينك. اي اكيد اكيد تشجيع وشي عامل محفز يعني تشد حيلك زياده. جميل جدا. طيب حسين كلمنا شوي عن مشاركتك ان شاء الله اللي جايه في كاس العالم اللي راح يكون ان شاء الله في روسيا. هذه المشاركه ان شاء الله هي بطوله العالم في روسيا. هذه البطولات تاهلك حق الاولمبيات، كثر ما تشارك كثر ما تجمع نقاط حق الاولمبيات، كل فوز يرفع تصنيفك. والحين نظام الاولمبي كله على التصنيف، لازم تتاهل. فان شاء الله عسى الله يوفقنا في البطوله نقدر نتاهل حق الاولمبيات. ان شاء الله، توقعت انك تشارك في هذه البطوله؟ اي نعم، توقعت اشارك اكثر من البطوله بعد. متوقع اكثر من البطوله؟ ان شاء الله. وين متوقع اكثر ان شاء الله؟ ان شاء الله الاولمبيات. ان شاء الله الاولمبيات. ان شاء الله. جميل، بس الاولمبيات كانها نقاط، مجموعه نقاط بعدين توصل. اي نعم. كم التصنيف المطلوب عشان تدش الاولمبيات؟ يطلبون مثل كل غارة عدد معين، أفضل مصنفين في الغارة. أنت لحد الحين على مستوى آسيا على مستوى العالم حاليا تصنيفي 136، المفروض تصنيفي يكون أحسن من كذي، بس احنا نعاني من قلة المشاركة. مو دائما المنتخب يشارك في الفريق الكامل، أحيانا نص الفريق يشارك، بعض البطولات ما نشارك فيها، فهذا السبب اللي يخلي تصنيفنا ما يرتفع وايد. جميل، على مستوى آسيا تصنيفك كم تقريبا؟ هو دائما يحطون تصنيف الدولي ما يحطون تصنيف اسيوي. ما في على مستوى القارات ما في. اي تحدي دولي، التصنيف الاسيوي يطلع اخر شيء عند الاولمبيات. يطلعون اللاعبين الاسيويين، لان في دول بالتصنيف عندها مثلا اربع لاعبين، يلقون ثلاث لاعبين مثلا ويبقى لاعب واحد. فهني يطلعون التصنيف. جميل جدا، طيب مشعل تحقيق البطولة الخليج، انك حققت بطولة الخليج، شنو اضاف لك هالشيء هذا؟ اكيد يعني بالنسبه حق المنتخب يعني يرفع السي في على قولتك عشان تزيد مشاركات الجايه، والحمد لله ان شاء الله اذا حصلت لي فرصه ان شاء الله راح ابيضها. طيب متى كانت هذه البطوله، بطوله الخليج اللي شاركت فيها؟ تقريبا السنه اللي طافت، الموسم اللي طاف. الموسم اللي فات. ايه. جميل، شلون كانت المباراه مع منو كانت؟ والله ما اذكر، تقريبا مع سعودي واماراتي. وقدرت تفوز عليهم اثنين. الحمد لله. جميل جدا. طيب نبي نتكلم عن الانجازات، مثل هالانجازات هذه في هالعمر هذه شنو تعني حق مشعل؟ طبعا يعني غير الدراسه هم تعني لي وايد، بس مثل ما قلت لك ما حصلت لنا الفرص ان نشارك يعني نفس باقي الدول، يعني تقريبا خليج كذي، حتى عرب ما شاركنا وايد، فما حصلت لي فرصه. ان شاء الله الايام الجايه. هذه ترى مشكله اليوم نتكلم عن الاهتمام، ترى هذه مو مشكله الاهتمام، الاتحاد الجودو مش عنده مشكله. يعني كل ما تتكلم ولا تناقش احد يقول لك ميزانيه ميزانيه، يعني ما تدش بالعقل ان الكويت ما عندها ميزانيه. يعني اقصى شيء اروح للجنوبيه اقول ادعمي الاتحاد، لانه هو الاتحاد تابع للجنوبيه. نعم. اذا الهيئه مقصره ارجع للجنوبيه. مثلا نفس ما قال حسين يقول لازم نشارك واجد في بطولات جراند سلام وغيرها، هذه مشاركات دوليه معترف فيها. كثر ما تشارك فيها كثر ما تفوز لك نقاط، كثر ما تاخذ نقاط كثر ما تعدل تصنيفك. هذا لما تروح تشارك فيها ما يساعدونك. يعني لما يروح حسين مرات ترى حسين راح على حسابه، ترى راح الاتحاد قال ما بطلع، قال ما عندي الميزانيه ندزك، قال انا عندي دعوه راح تجيكم من البطوله باسمي، اعطوني الموافقه عشان اخذ تفرغي واطلع على حسابي. واعطوه الموافقه وطلع على حسابه. اذكر لعب ويانا بالمغرب، احنا رجعنا هو قاعد كمل ثم طار من هناك فرنسا. فاقول لك لازم المسؤولين في الدوله يهتمون، يعني مو معقول كل ما تصير بطوله ينقص لاعب او شغله عشان ميزانيه. يعني ميزانيه لاعب ما تكلف ترى 2000 دينار، شنو تنزل اسم لاعب عشان 2000 دينار؟ يعني مو بالعقل، مو قاعد استوعبه. بالمقابل قاعد تعطي الاداري درجه اولى، طياره تركبه درجه اولى، رئيس وفد درجه اولى، ولا اللي يتعب منه اللاعب ولا الاداري؟ الاداري خليه يقعد ورا عادي، شنو يقعد بالكرمي ويا اللاعب. وفرت 800 دينار 900 دينار 1000 دينار تذكرته، وفرها 800 دينار اعطها اللاعب وخذ لاعب ثاني وياك. ليش البرستيج الواجد عند الاداريين جدا؟ ترى هذه المشكله، لما تطالع ميزانيات حجتهم ما هي كلهم اداريين وكلهم درجه اولى. ليش؟ ترى جوله اقعد يبو حالك، اللاعب هو اللي يتعب، انت قاعد فوق مرتاح
فهذا من وجهه النظر. يعني في حلول ثانيه، في حلول واجد، بس مشكلتنا احنا بعض الاتحادات البرستيج عندهم قوي، يبي البرستيج بس ما يفكر باللاعب. حالك حال اللاعب، هو اللي راح يرفع راس الكويت مو انت. انت شنو قاعد فوق اوكي وفرت لك كل شيء بس قاعد فوق، هو اللي راح ينزل تحت يتعور ينكسر شيء، كل شيء هو يتعور. المفروض انت تريحه هو ما تريح نفسك. جميل، مثل هالامور هذه شن تحركاتكم انتم كونك مدير لعبه؟ تحركاتكم مثل هالامور هذه؟ والله تحركنا واجد صراحه، بس انا يعني اكثر واحد انضريت من الاتحاد هذا لاقصى حد. يعني احنا في بطوله من البطولات انظلمنا ظلم علني علني ظلم علني، بس ما تقدر تتكلم لان الحكام، فصار بيني وبينهم شد. صار بيني وبينهم شد. تفاجأت اني بعد ما رديت من المغرب احنا فايزين بذهبيه وبرونزيه، فصار التشريفات مستقبلين النادي ولا تلفون يدي، كان رد هلا ولا اتحاد داقين. انا قلت بيباركون شيء يعني بروتوكول يبارك نادي، نادي رايح باسم الكويت وفايز وكذي. يقول ترى البطولة الجاية، أنا كان عندي بطولة بعدها يومين، إنه يقول البطولة الجاية ترى كتاب دازين الناديك تراك موقف بطولتين. قلت الحين داقين علي بدال لا تباركون تقولون موقف بطولتين، هذا واضح التسيب اللي عندكم الإداري عندهم تسيب. لا بس إن شاء الله إن بإذن الله إن عندنا ثقة حنا بعد رجوع الشيخ طلال فهد رئيس اللجنة الأولمبية، عندنا ثقة عمياء إنه يرجع يعيد النصاب نفس ما كان في الاتحادات كلها، لأنه هو رئيس اللجنة الأولمبية اللي هي الاتحادات كلها تحته، والحين بالنظام الجديد والقانون الجديد خلاص. أنا أقول لأبو مشعل ترى العين كلها هي من اللجنة الأولمبية، نبيكم تهتمون بالشباب إن شاء الله. طيب مشعل، كلمنا في بدايتك مثل هالأمور، هل توقعت حصولك على مثل هذه المراكز المختلفة والمتميزة خلينا نقول بالنسبة حق العمر اللي أنت تشارك فيه؟ الحمد لله، أنا طبعا لعبت تقريبا من 2005 يعني صار لي سنين، كابتن نبيل وهذا ما قصر يعني تعب ويانا يعني ربينا عنده، فالحمد لله بعد التعب يعني ربك ما يضيع تعب عبده اللاعب. جميل، توقعت انت المشاركات هذه وانك تحصد مثل هذه المراكز؟ اي الحمد لله دام متمرن يعني ان شاء الله خير، ما راح يصير شيء. جميل، برجع لك حسين. حسين عقب هالمسيرة طويلة وما شاء الله الميداليات المختلفة، من البداية هل توقعت انت حسين في نفسك قبل كل بطولة تدشها متوقع انك انت تحصد الميداليات هذه ام لا؟ والله انا الحمد لله يعني كنت اتوقع احسن، يعني مدخل البطولة دائما اتوقع احسن من اللي حققه. احيانا يصير لك عدم توفيق في المباراة والالعاب فردية خروج المغلوب، اي غلطة في اللعبة البطولة كلها راحت عليك، فهذه المشكلة. وبهالمناسبة بس أنا حبيت في ناس لازم أعطيهم حقهم، الأخ ناصر العصيمي اشتغل معنا من فترة بسيطة، بصمته كانت واضحة معنا، جاب لنا دعم معنوي، الدعم المادي يوقف معنا في كل الأحوال. يعني أنا محظوظ جدا إن بنادي الغاتسية أفضل جهاز فني وإداري وحتى على مستوى إدارة النادي. مدحان في اللاعب. مدحان علني. خصم. داخل حقه صراحة. خصم عليه. وحتى أخ ناصر العصيمي دخل حسنا دخل فكر جديد حق الرياضة الكويتية بأمانة، يعني بطريقته وأسلوبه شيء جديد ما شفناه يعني بسنين طويلة. على مستوى العاب فردية يدخل مدير لعبة عنده فكر من ناحية المعسكرات، من ناحية الرعاية اللي بنياها، من ناحية التكريم، من ناحية الشغل، ويتعب معانا من الظهر لآخر الليل. ومتطوع من غير اي مقابل، وما يبي منك اي شيء ولا يطلب اي شيء، حتى باي تكريم يجينه هو الوحيد اللي ما ياخذ ولا شيء من التكريم. جميل جدا، يعني مثال حق القيادي المطلوب ان شاء الله. يا ريت كل قيادي يكون يتعلم من هذا الشخص صراحه. يستاهل والله، يستاهل ناصر. ناصر نبي نتكلم عن المراحل السنيه، هل جميعها في نادي القادسيه تشارك في البطولات ام لا؟ ما راح تشارك المراحل السنيه، بس مشكلة نادي القادسية يعني في أندية للأسف ما يستغلون موقعهم الجغرافي. يعني عندك نادي النصر، عندك نادي التضامن، الساحل، فهيل، سلابخات، هذول المناطق ترى الكثافة السكانية اللي عندهم ولعب والجودو لعبة حركية، فالمنطقة هناك الشباب اللي هناك يعني عيالنا على قولتهم حركيين واجد، فمو مستغلينها. احنا نادي القادسية يعني لما يجينا لاعب لاعبين نمسكه مسك، لأنه حول لي وكلهم حتى توفر له باص ولي أمر شوي تحجز، لأن المنطقة كلها أجانب، فتشوف ولي أمر شوي يعني يتحفظ واجد إني يروح القادسية. ولكن سمعة النادي هي اللي يعني غطت الشغلات هذه، فبعضهم طامح أنه أروح نادي القادسية. فالحين الخطة اللي موجودة إن شاء الله
المراحل السنيه قاعد مركزين عليها شوي. الحين الابطال ما شاء الله تبارك الله الحين العمومي والشباب خبره الحين يشيلون نفسهم عرفوا تمارينهم. الحين مركزين احنا على الفئات السنيه. في امور ثانيه الحين في زيارات مدارس، في قاعد افكر اسوي اكاديميه للعبة الجودو داخل النادي تكون مجانيه حتى ولي امرك كل شيء مدفوع له، بس جيب ولدك مدفوع ولا شيء. يعني نحاول نطلع نستكشف ناس نجذبهم بهاللعبه هذه. جميل. طيب تحرصون انكم المراحل السنيه هذه تدخلونها معسكرات داخليه وخارجيه ام لا؟ احنا عندنا بالنادي فندق، وغير انه موجود بالنادي فندق الاداره ما تقصر. كذا مره طلبت معسكر داخلي عندي بالنادي يوفروا لك المطاعم يوفروا لك كل شيء، بس احنا ايش نسوي؟ نضيف عليه فقرات الترفيه فقرات ثانيه. والمعسكر لازم داخليه خاصه الصغار، لان الصغار لازم تثقفهم بسالفه تنزيل الوزن ما الوزن، لان في بعض البطولات لما انت سمعت الحين المشعل ترى هو المرتاح فوق ال100 يعني ما يخسس، بس مشعل يعني جرين لايت الاكل هذا. بس مشعل لما يروح بيلعب 60 قبل لا يروح يشوف وزنه 61 لازم ينزل كيلو، فتلقاه يوم كامل لابس بدل التخسيس تلقاه يركض في الملعب ما ياكل من الصبح ولا يشرب ولا شيء عشان يقط السوالف جسمه، يقط له كيلو كيلو ونص يروح يوزن يعتمدون عشان يدش يلعب تحت 60. فهذا ينزل عاد الكيلو بيوم؟ ينزل اكثر. عندي هاشم البحراني الله يوفقه ان شاء الله راح امريكا، هذا جاء بس لعب بطوله اخذ فضيه ورد امريكا ما شاء الله عليه. زين الله يوفقه ان شاء الله يكمل دراسته. 7 كيلو قطه 3 ايام ما شاء الله. شلون دلونا يا جماعه دلونا؟ لا لان الطريقه ما يعني 7 كيلو انا اقول لك شلون نظامه، 3 ايام او 4 ايام ما ياكل سوائل، والكابتن نبيل يتابع وياه الله يمسي عليه ابو خالد بالخير. يعني تحت اشراف رياضي يعني؟ اي ابو خالد هذا احنا ما يتحرك الا تحت ادارته. فالاكل يقول له تروح تاكل كذا روب كذا مثلا خالد دسم كذي يعطيه برنامج. لما يجي التمرين عادي تقط لك 400 500 جرام هذه عاديه بالتمرين ما شاء الله. يعني التمرين هم كله دق فالعرق والسوائل يطلع من الجسم هذه 300 400 بالراحه، فما بالك انت حاط بدل التخسيس فتسحب السوائل، لان النزول الفجأة هذا مو لا دهن ولا شيء كله سوائل. اخذ السوائل طلعها برا من جسمك انزل لي كيلو كيلوين ثلاثه فيها عدل وزن ميزانك ودش. فالصغار يوم يقول لك معسكر داخلي غير انك انت تمسكهم عشان تضبطهم حق البطولات تهيئهم، الفكر هذا تعيشهم وياه تعلمهم شلون التخسيس شلون ينزل شلون يحافظ على نفسه الاكل شلون يضبط عشان مستقبليا لا صعد وراح المنتخب ما يتعبون المدربين المنتخبات فيهم يكون جاهزين. يعني جميل خلنا نوه اعزائي المشاهدين ترى الكلام فقط للرياضيين، يعني مو تروح ما تاكل وتشرب بس تبلين يبلون ناصر عاد مشكله. انا مالي شغل ما قلت شيء والله راح يصير طق على كابتن نبيل كذي يبون كابتن نبيل ترى يسوي نبي حسابه شيء يعطي نبي حسابه انستغرام شيء هذا نتابع. طيب ليش مشعل ليش اخترت لعبه الجودو بالذات؟ انا اللي دخلني اللعبه ولد عمتي يعني كان لاعب قديم احمد سراب، فاني من وانا صغير كذي كنت ناوي ادشها بس كانت لازم فوق العشر سنين، فاضطرت لين كملت العشر سنين والحمد لله دخلت. بل احمد سراب وين الحين؟ احمد سراب وين؟ طبعا دكتور الله يوفقه ان شاء الله. ما شاء الله دكتور جراح عام الحين تخصص جراحه وعيه دمويه مسي عليه بالخير اذا كان يتابعنا بكندا ما شاء الله اكثر من 12 سنه هذا بطل الكويت بطل. ترى لا الالعاب الناس تفكير ان الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه انها تضيع مستقبل اللاعب، ترى عندنا احنا خاصه نادي القادسيه عندنا ابو خالد تركيز الاساسي على الدراسه. تخيل بطل عندك باكر عندك بطوله يدق عليه ولي امره يقول له ترى ولدي مدارس ولدي مو شيء عادي يطردك برا الصاله يطردك برا ما يلعبك بطوله، فتلقاه يحرص يسوي توازن ما بين الدراسه ما بين شو اسمه اللعبه. ما شاء الله احمد سراب واحد من عينه كلهم دكاتره 6 ما 7 الحين بامريكا كلهم من لعبه نادي القادسيه من الجودو طالعين دكاتره ما شاء الله عليه. الله جميل جدا. طيب وحسين ليش اخترت لعبه الجودو بالذات؟ يعني هي الالعاب الفرديه دائما الواحد يقدر يثبت نفسه ياخذ كل شيء بذراعه، لو يعني مهما كان حرب مثلا احيانا في الالعاب الجماعيه وجهه نظر المدرب تكون يعني مو شفافه ما تدري عايمه مساله اختيار اللاعب. لعبه الجودو ما في عندك هذا البساط وذراعك تدريبك مجهودك بروحك راح تلعب ما حد راح يساعدك ما حد راح يعطيك باص ما حد راح يسوي لك اي شيء.
فهذا اساسا خلاني اختار هذه اللعبه، هذا الشيء الاساسي، افضل الالعاب الفرديه. جميل، يعني اللعبه الفرديه تشوف ان في مجال اكبر انك تبرز مواهبك. مجال اكبر احيانا، حتى لو كان مثلا ما يبون يختارونك او كذي، نتائجك في الابساط تحرجهم. فالظلم طبعا موجود في كل اللعبات، لكن اقل الظلم حق الالعاب الفرديه اقل من الجماعيه. جميل، نقطه مهمه هذه ناصر، رايك كمدير لعبه في هالنقطه هذه، انه يقول لك اللعبه الفرديه انت تثبت نفسك بنفسك. وكان اتفق معه بالنقطه هذه، ولكن هم بعد الحكم له دور، الحكام لهم دور، يعني الحكم نفس اللعبه، نفس اللعبه الجماعيه، يعني باحدى البطولات احنا اللي صارت ويانا يعني الحكام علني علني ظلمونا ظلم، بس احنا نقول ناخذها بحسن النيه ونقول يعني سوء تقدير من حكم شغله معنا تضيع بطولات عليك، ولكن في اخطاء قاتله، يعني الحكام يلعبون دور دور رئيسي، ولكن كفكره هو الشخص نفسه اللي صح، تعال بساط بدراعك، بس الجماعيه هو يمكن ما يبي يقول لك اياها، يمكن الجماعيه عيب يعني غلطتهم يشيلونها مع بعض كلهم وفوزهم يشيل هذا يغطي هذا ويشيل بعض، هو قصد ان انا افوز اشيل نفسي، انا خسر اشيل ضر نفسي. جميل، طيب نبي نتكلم مشعل، كل لعبة لها مصاعب ولها سلبيات ولها تحديات داخل هذه اللعبة، نبي نتكلم عن السلبيات والمصاعب اللي موجودة في الجود. أول شيء فترة اللي تقطع فيها لما يخلص الموسم الردة تكون صعبة شوي، اللياقة تروح وكذي، بس يعني بعد فترة تتعود على التمرين ترتفع لياقتك مرة ثانية، وهم فترة التخسيس نفس ما قال يعني فيها تعب، بس الحمد لله يعني تعودنا، احنا عارفين شغلنا، كل واحد بنفسه يعرف شو يسوي، عرفت؟ جميل، بس يعني هذا ابرز المصاعب اللي تواجهونها تقريبا. جميل، وبالنسبه لك حسين شنو ابرز المصاعب اللي تواجهكم في لعبه الجودو؟ ابرز مصاعب تواجهني كلاعب صراحه قله لاعبين الجودو بالكويت، مضطر انا عشان اقدر اجيب انجازات برا واقدر ارفع مستواي لازم اعسكر برا، على سبيل المثال وزن الثقيل، نقدر نقول بالكويت اللاعبين الجيدين في هالوزن 3 لاعبين او 4 لاعبين بس إيه، على مستوى برا لما تروح تلاقي اكثر من 100 لاعب بالدوله و200 لاعب و300 لاعب ما شاء الله. اي ومستوانا كلنا حفظنا بعض متقارب بالكويت، وكل واحد بنادي، اذا تجمعنا صرنا 3، وهذا ما يرفع مستوى اللاعب، فهذا ابرز مشكله تواجهنا هنا في الكويت. طيب عشان الواحد يوصل حق الوزن الثقيل شنو المطلوب منه يعني؟ انه ياخذ انجاز يعني الثقيل؟ لا يعني الحين شلون يصنف هذا وزن ثقيل وهذا كذا؟ على وزنك، على الوزن، وزن يعني وزن لازم مش على تحت ال 60، 59 و90 جرام يلعب تحت 60 كذي. بس لا يعني لازم الحين اذا مش على متى؟ كلا وايد و يخسس يرد مرتين. لا لازم ترجع وترد وزنك ولا يصير وزن ولا ممكن ثاني. تشارك في فئه اكبر؟ يصير ممكن. تشارك بس الاحسن على وزنك يعني انه تكون اصعب عليك. يعني كذي كذي يعني انا مثلا ثقيل معناته فوق ال 100. انت من زمان بلشت فوق ال 100 ولا انا فوق ال 100 حوالي صار لي 3 مواسم، اول موسمين واجهت صعوبات، ما كنت انا كنت العب اول تحت ال 100، بعدين لما صعدت ثقيل عندي مشكله، كان يعني قمت العب مع ناس فرق بيني وبينهم نفس يعني 100، العب مع ناس نفس وزني بالضبط، الثقيل العب مع ناس بيني وبينهم 60 70 كيلو فرق وزن، فعلى ما تاقلمت على الوزن موسمين بالضبط قعدت اتدرب على هالوزن عشان اعرف ان تكتيك مختلف بالكامل عن انك تلعب مع لاعب وزنك. جميل، يعني هذا ابرز الصعوبات اللي تواجهها. ابرز الصعوبات بس اللاعبين، لانه ما في لاعبين، نحتاج معسكرات برا على طول. جميل، ناصر شلون اليه اختيار لاعب الجودو عندكم في النادي؟ اختيار هذا اختيار فني عند المدرب، يجي حضر اللي بيسجل، طبعا الحين مراحل سنيه بس الحين يحدد، يعني لما ما يجيني واحد عمره 23 24 دش يقول بدش جودو، هذا ما تقدر يعني شو تسوي فيه، خلاص العمر راح، فاحنا قاعدين نركز على المراحل السنيه الصغار. من 6 سنين للعشرة 12 14 ممكن أمشيها، فهذول يدشون التمرين عند المدرب المدير الفني أبو خالد، أبو خالد يوزعهم على المدربين اللي عندي، يراقبهم يشوف في نظرات لهم المدربين، يشوفون حركاته شغله مرونته، فلا شافوا اللاعب إنه يطلع منه في تكنيك مال الجودو يسجلونه، يا سجلوه ويدخله مع الفريق عنده، شاف بعضهم يجيك بس نظام يعني ولدي احطه بس خليه يلتهي شويه بدل لا يروح الشارع يلتهي بالنادي، هذا ممكن تتغاضى عنه تخليه عشان زياده عدد قدام اللاعبين عشان الثانيين يشجع هذا يشجع هذا، وممكن تقول له يعني اذا صالتك مليانه تقول له ما اقدر ما اسجل، فالاختيار يكون على طريق المدرب
الاداري ما يعني يدخل. الاداره ما يتدخل الاداره، لانه هو اللي يدرب، هو اللي يختار، هو اللي يشوف، هو اللي يدرب، هو اللي تحاسبه. انت الاداره تروح تحاسب المدرب، عطني نتائجه، فشلون تحاسبه وانت اللي قاعد تختار؟ انت مالك شرط تخلي الاختيار له، حتى الشطب، حتى الاستغناء، حتى الاستعاره من انديه، انت مالك شرط. يجيك المدرب يقول انا فلان فلان ما احتاجه، فلان فلان ابيه، انت تنفذ له وتحاسب نهايه الموسم. جميل. طيب انا بدي اعرف طموحكم في هذه اللعبه مشعل، وين طموحك في هذه اللعبه؟ طبعا ان شاء الله جات لنا الفرصه نشارك برا، وان شاء الله المشوار طويل، واذا حصلت لنا الفرصه نوصل للاولمبيات والعالم ان شاء الله. جداً. يعني طموحك الاولمبيات والعالم ان شاء الله باذن. جميل. حسين، حسين وين طموحك؟ اي صوب؟ انا طموحي ان شاء الله الاولمبيات. طموحك الاولمبيات؟ حاطها براسك ان شاء الله؟ هذا اللي براسي ان شاء الله. ان شاء الله. شنو متوقع نفسك في كاس العالم ان شاء الله اللي جاي؟ والله ان شاء الله متوقع خير ان شاء الله. حاط حق نفسك ها شنو نوع ميداليه؟ شنو لون هالميداليه؟ شنو نوع الكاس؟ ولا الحين ما في شيء للحين؟ ترى مو سهله. مو سهله. ابطال العالم كلهم هناك قدامك، كلهم هو بطل، وهو بعد مو قاصر عنه. انا حاتي استعدادي ما كان على المستوى المطلوب، هذا الشيء الوحيد اللي انا حاتي. ما رحت، ما طلعت معسكر حق البطوله استعداد، ولا سويت، صار لي فتره طويله مطالع، فهذا الشيء الوحيد اللي حاتي. في معسكرات قريبه ولا خلاص يعني وصلت البطوله؟ يعني انا بالنسبه لي على طول من الكويت سيده بطوله عالم ويطلبون منك نتيجه. هذا حق المنتخب يعني، باسم المنتخب مو باسم النادي. المنتخب اللي طالعين منتخب. طيب المنتخب يعني ما اجتمعوا فيكم وطلعوا فيكم معسكر؟ منتخب طلع سبع لاعبين معسكر اليابان قبل رمضان، وانا اسمي ما كان موجود معهم في معسكر اليابان، رجع حط اسمي حق روسيا بطولة العالم بس مجرد معسكر، واللي راحوا السبعة في اثنين منهم مو مشاركين بطولة العالم. طيب هذه علامة استفهام كبيرة. لا انا قبل دش حسين كان عنده شوي نزيف داخلي بالخشمني، فسوى له عملية، فهم نظرتهم انه بيطلع صعب اني اخذك وتروح يا المعسكر وانت توك طالع من العمليات، فانا اريحك بالكويت ارجع من اليابان تدش معي معسكر داخلي بعدين تروح وياي. في معسكر داخلي؟ اي هم قاعدين معسكر داخلي. صار معسكر داخلي. انت الحين معسكر داخلي. اي جميل جدا. يلا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله. طيب ناصر بيتكلم بكل صراحه عن الاهتمام في هذه اللعبه. والله الاهتمام ضعيف للامانه، واللي تشوفونه تقيم الاهتمام من 10 كم؟ مستوى الكويت ولا النادي ولا الاتحاد؟ نبي نتكلم عن مستوى الكويت. مستوى الكويت ما يتعدى الأربعة خمسة، ما يتعدى. ما يتعدى الأربعة. ما يتعدى الأربعة خمسة بالكثير، ما يتعدى. شو الأسباب وراء الأمر؟ أسبابكم كإداريين يعني فيها. والله شوف أنا يعني أنا طول عمري شفاف، طول عمري صريح، يعني ما لا خطوط ولا شيء. اللي أشوفه بعض الإداريين بالاتحادات وبعض المدربين في المنتخبات. صراحة الثقة أكبر منهم اللي أخذوها، فإن شاء الله نتعدلون نتغيرون. في ناس في كفاءات برا موجودة، في أبطال باللعبة. أنا كنت أتمنى أبطال لعبة يكونون بالجهاز اللجنة الفنية، يكونون في الاتحادات نفسهم مرشحين الاتحادات. أنا ضد إنك ترشح النادي يرشح واحد من اتحاد من جمعية العمومية يرشح لأي لعبة كانت، رشح بطل اللعبة. انت عندك نادي الكويت مثلا او نادي القادسيه، عندكم ابطال بالجودو رشحوا ممثل حق اتحاد الجودو، عندكم ابطال بسكواش رشحوا مرشح حق، خلي هذا، لان هذا اللي عاصر مراحله بالرياضيه وحقق انجازات في عقبات صارت له بحياته تلقائيا راح يتفاداها حق الجيل الجاي، بس ما تصعد لي ناس. يعني تشوف ان هذا الحل حق هذه الامور؟ هي الحل لازم اداري، الحل اول شيء تصلح اداريا، بعدها تتوجه اصلاح فني، وان شاء الله باذن الله تعدل الامور. لان انا ضد سالفه انه في عجز مالي، ما في عجز مالي، في سوء تدبير مالي بس، مو عجز مالي. جميل. يعني ما في عجز، في ما في عجز مالي، في سوء تدبير فقط لا غير. وفوت تطلع خمسه سته كلهم درجه اولى، على شنو درجه اولى ولا الثانيه؟ شنو انا طالع المغرب، انا معطيني الهيئه، يعني الواحد ما يمدح بس معطيني الهيئه درجه اولى كنسلتها. حتى مسي عليه بالخير كان مدير بالإنابة عصام الجعفر يضحك، قلت ما أنا إيش حق أعطيني درجة ولا أنت مو بتخفض ميزانية، خلاص شيل تذكرة ولا ما بيه، لأن أنا ما راح أتعب، أنا كشخص ما راح أتعب، أنا غدرتي وعقالي بقعد برستيج فوق بالمنصة بشرب شاي، لاعبي هو اللي أتعب. المفروض إذا أنا بريح هو يروح درجة ولا، مو أنا اللي أروح.
لأنه هو اللي راح إذا نجح أنا راح أنجح، وإذا هو فشل أنا فشلت. فأنا أتوقع أن الأمور الاهتمام كله ما في شيء اسمه مالي. جميل جدا إداري. استمتعت جدا باللقاء وياكم الأمانة مشعل العلي وأخونا ناصر العصيمي وحسين المصري، نتمنى لك التوفيق يا حسين ونتمنى لك كذلك التوفيق يا مشعل وناصر، أنت كونك إداري نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في إدارة هذه الدفة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين بكذي نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نالت هذه الحلقة على إعجابكم، ونتمنى إن شاء الله أن النقاط اللي أثارها أخونا ناصر العصيمي فيما يحول حول مسألة الإداريين والفنيين واللاعبين كذلك والميزانية الكبيرة هذه اللي تصرف للإداريين ويظلم فيها اللاعبين ومستحقات اللاعبين، نتمنى أن هذه النقطة توصل حق المسؤولين، ونتمنى إن شاء الله أن هذه الحلقة نالت على إعجابكم. نشكركم جزيل الشكر ونلقاكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة. مع السلامة.